عليكم احلى متتبعين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو ديال هذا النهار. غادي نصوبوا غراتان بالشعريه ديال الشينوا والخضر والطون بمذاق ديال البسطيله ديال الحسب. قبل ما نبداو الفيديو، الا كنتي اول مره كتشاهدني ما تنساش دير لايك وسبسكرايب، ولا كنتي متتبعين ديالي اوفياء ما تنساش دير لايك وكومونتير زوينه. كما كتشوفوا معايا كناخذوا الشعريه ديال الشينوا او الشعريه ديال الصين، كنديروا لها الماء سخون من الفوق باش تطلق لينا كما كتشوفوا معايا، باش تطلق لينا الشعريه ديالنا اللي غادي نحتاجوها في الكغاتان ديالنا. صافي كما كتشوفوا، بعد ما طلقات لينا الشعريه كنحاول نقطعوها. كل واحد بغيتو تخليوها طويله خليوها، بغيتو تقطعوها لكم حريه الاختيار، ولكن انا كنفضل انكم تقطعوها حيت غادي تجي زوينه بزاف. كما كتشوفوا معايا الكغاتان ديال هاد النهار هو كيصلح يكون في الغداء او في العشاء، وجبه لي خفيفه ولي زوينه في المذاق وبسيطه. وكما كتشوفوا ما غادي تشوفوا معايا
وغادي نخليو المكونات ديالنا يطيبوا على خاطرهم وينسجموا لينا وندوزو نحضروا حاجه اخرى. الان غادي نصوبوا لاصوص بيشانيل. المكونات ديال لاصوص بيشانيل غادي نحط لكم الفيديو اللي فيه شرحت كيفاش كنصوبوا لاصوص بيشانيل، او غادي نحط لكم المكونات في صندوق الوصف كما كتشوفوا معايا. من بعد ما كطيب لينا الخضره ديالنا
يعني بالمذاق ديال البسطيل. انا ديجا قلت لكم في الاول ديال لا فيديو كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. هذا هو الكغاتان ديالنا. كنتمنى ان الفيديو ديال هذا النهار يعجبكم، او بالاحرى الشهيوه ديال هذا النهار تعجبكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني او سبسكرايب، ما تنساوش ديروا لايك باش تشجعوني. وشكرا على الكومنتات ديالكم زوينه، وكنتمنى نشوف كومنتات زوينه في هذا الفيديو لانه يستحق انه يتشاف بزاف. هادشي اللي كاين. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ان الوصفه ديال هذا النهار تعجبكم. السلام عليكم، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم، كنبغيكم بزاف.